مرحبا، اليوم بتدمل أنا وياكم طريقة تحضير الطوق على الفحم. عنا 800 جرام سفاين مقطعة بهيدا الشكل، 3 معالق طعام زيت نباتي، ملعتين طعام لبن، ملعتين طعام خل، ملعقة طعام ملياني شراب، ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة ملح، وحبتين ثوم كبار نعمتهم بهيدا الشكل، وعصير نص حامضة. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط المقادير كلها فوق السفاين. خلطهم منيح مع بعض. هلا منغطيهم ومننقعهم اقل شي ساعة بالبرد. كل ما نقعناهم بالخلطة كل ما كان افضل. هول الطوق بعد ما نقعتهم ساعة، هلا بدنا نشكن مع بعض. بسم الله. بنشكن بهيدا الشكل. هول الطوق بعد ما شكيتهم، هلا لنبلش بالشوي. بسم الله. بسم الله. بضل بهيدا الشكل قلبهم كل دقيقة أو دقيقتين تقريبا، وتحت النار خفيفة لحتى يستوي الطوق بهيدا الشكل. بعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة الفول والبرغل، كتير وجبة صحية. عنا 3 معالق طعام زيت نباتي، بصل صغيرة قطعتها بهيدا الشكل، ملعقة صغيرة دبس البندورة شراب، كمان فول مطلج وفينا كمان طازة اللي متوفر عنا، كوب ونص مي، كوب برغل خشن، حبة بندورة صغيرة كمان قطعتها بهيدا الشكل، نص ملعقة صغيرة كمون، وملح حسب الرغبة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط البصلة فوق الزيت، بقليها على الغاز، بس اخذت البصلة لون اصفر خفيف بهيدا الشكل. هلا بنحط الفول. بسم الله. كمان بندورة، شراب، اعملكم شوي، عشان ما يطلع الفول مخبوص بس تطلع الأكلة ما لازم نستطيه كتير نحنا وعم نقليه. هلأ بحط المي
شكلهم كتير حلو، الكمون والملح. حركهم شوي مع بعض. بحط البرغل كمان، بحركهم. انا عملت كمية كتير صغيرة، اللي بده كمية اكتر بكبر حجم الفنجان. هلأ بتركهم يغلوا مع بعض. بس صارت المي على الفول بهيدا الشكل على البرغل، هلا بخفف الغاز على الاخير وبغطي الطنجرة. مثل ما قلت لكم انا عملت كمية كتير صغيرة. بسم الله. شفتوا حبة الفول استويت وضل شكلها زي ما هو، ما انخبصت خبص او قشر القشر عنا. هذه وجبة الفول والبرغل اللي عملتها انا وياكم. مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلو الفليك، جدا سهلة وسريعة. عنا سويس رول، وفينا كمان نحط شوكولا كيك، كمان 300 ميلي دبل كريم، ملعقة طعام سكر بودرة، ملعقة صغيرة زبدة، 60 ميلي حليب، 100 جرام شوكولا، وعنا الشوكولا الفليك. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط سويس رول بأرض الصينية، بصفن أكيد، بحطن على جنب كمان. هلا بنخفق الدبل كريم مع بعض. بحط السكر كمان. انتهينا من الخفق. هلا بحطهم على سويس رول. مدوا نفس المستوى اكيد. بحطهم بالفريزة حوالي ربع ساعة وبرجع بدوب الشوكولا. هلأ بدنا ندوب الشوكولا مع بعض. بحط الزبدة فوق الشوكولا. كمان الحليب. وبحطهم بالميكروويف. بس دوبت الشوكولا بهيدا الشكل، هلأ بنحطها على الكريمة. حط على رواق بهيدا الشكل عشانها سخنة. بعملها بهيدي الطريقة كمان. هلأ كمان برجع بحطها بالفريزة أكلها شي حوالي ربع ساعة. بس بردت الشوكولا، هلأ بحط أنا وياكم فليك على الوجه. بهيدا الشكل. هلأ برجع بحطها بالبراد أكلها شي ساعة لتجمد منيح الشوكولا والكريمة.
هيدي الحلو بعد ما طلعت من البراد. لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدا حلو الفليك اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.